تغريم الطلاب عن الغياب 10 أيام التعليم بتعلن قرارات هامة. نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما أثير من أنباء حول تغريم طلاب المدارس 10 جنيهات في حال الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة، وتسديد 25 جنيها رسوم إعادة قيد للطالب المفصول في حالة الغياب المتكرر للطالب. وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم: لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع ولا أعتقده صحيحا وإن وجب التأكد. وكان قد تردد أنباء خلال الساعات الأخيرة عن موقف الطلاب من الغياب المتكرر وعدم الحضور إلى المدرسة، وإنه سيتم توجيه إنذار للطالب عن الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة، كما سيتم تغريم الطالب 10 جنيهات عن 10 أيام. وفي حال فصل الطالب بسبب الغياب المتكرر بيسدد 25 جنيها رسوم إعادة قيد للطالب المفصول.